بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبابنا وجيراننا وأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، واجمعنا جميعا تحت راية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حول حوضه الشريفة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وتولى قبض أرواحنا بيدك يا رب العالمين، واكفنا من شر كل فتنة وبلية يا رب العالمين، اقبلنا إليك غير مفتونين، اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. ما زلنا في الحديث 73، المجلس الثالث في هذا الحديث، وهو حديث إتلاف أموال الناس. وأطلنا في هذا الحديث بسبب أنه في هذا الزمن كثر السلف الذي لا يرد. كثير من المسلمين الآن يتهاون في السلف ويستلف ويقترض ولا يرد، فأصبح يتلف أموال الناس دون أن يشعر، أو وهو يشعر، الله أعلم، البعض كذلك والبعض كذلك. فأردنا أن نبين متى يستلف الإنسان ويقترض بشروط ثلاثة، فإن لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة فالاقتراض حرام. وقلنا بالأمس أن أول شرط في الاقتراض والسلف أن يكون عندك ذمة مالية تستطيع أن تسدد ما استلفته. يبقى عندك أصل من الأصول، عندك رصيد من الأرصدة، عندك مرتب شهري يضمنك بحيث تستطيع أن تسدد، وفي هذه الحالة تستلف، ولا تستلف إلا لضرورة كمان، يبقى تستلفش إلا لضرورة، ويبقى ليك ذمة مالية، يعني يبقى ما عندكش سيولة، عندك أصول لكن ما عندكش سيولة، فلك في الحالة دي تستلف، وإيه ولا تستلف إلا من أجل ضرورة شرعية، من قبل ضرورة شرعية. ده أول شرط. الشرط الثاني، إن لم يتوفر هذا الشرط، إن لم يكن عندك ذمة مالية ولا طريقة للأداء، عليك أن تخبر من تستلف منه أنك قد لا تستطيع سداد هذا الدين، وأنك لا يوجد عندك ما يسدد هذا الدين، ولكن تعله إن تيسر لك أن تسدد، بحيث أنك تكون لم تخونه أو تخدعه، لأن الإنسان لما قلتلوش كده هيظن أنك أنت عندك إيه أصلح تقدر تسدد له، وبالتالي هيديلك بقلب جامد، لكن لما يبقى ما عندكش وما تقولوش يبقى خدعته، والخديعة حرام، أو خنته، والخيانة حرام، أو كلت أمواله بالباطل. ففي هذه الحالة كأنك تقول له أنا لا أستطيع ولكن اجعلها صدقة، كأنك بتقول له كده، بس أنت مكسوب تقول له أنا بشحت، فتقوم تقول له سلفني، ولو تيسر في يوم من الأيام وأنا ليس عندي الآن ولا في الاستقبال يعني ذمة
فاستطيع ان اسدد منه، فان تيسر اسدد وان لم يتيسر سامحني، فان قبل يبقى انت ما ايه ما غشتوش وصار ايه كانك. وعلشان كده النوع الثاني ده بعض العلماء قال لك بلاش منه، لان ده شحته مخفيه، رايح تشحت بطريقه مخفيه، وبعض العلماء ما عجبهمش، وانا معاهم، انا مذهبي مع الراي ده. وان كان سيدنا ابي جمره قال يجوز لانك ما خدعتوش، واخد بالك؟ لكن في علماء تانيين قال لك لا ما يروحش يشحت، لان من سال الناس وفتح على نفسه باب مساله فتح الله عليه 70 بابا من الفقر. الحديث بيقول كده، ويبعث يوم القيامه ليس في وجهه مزعة لحم كمان، يعني فضيحه في الدنيا وفي الاخره. فما فيش داعي انك انت تشحت. الشرط الثالث اللي هو مش موجود، ان تبقى على هيئه سيدنا ابي بكر الصديق والانصار والمهاجرين من حيث الايثار والصبر، تؤثر غيرك مع حاجتك وعندك صبر شديد، لان الانسان اللي عنده هذه الخصال لا يستلف الا من اجل ضروره شديده، واذا استلف يختلف لمصلحه حتى الغير لانه يؤثر غيره. وهذه النوعيه بقت غير موجوده. سيدنا ابي جمره من 800 سنه بيقول دي مش موجوده، يبقى احنا نقول عليها الوقت ايه؟ بقت معدومه، بقت تاريخ خلاص. فيبقى احنا ما عندناش الا نوع واحد من السلف، انك انت تستلف ويكون عندك ذمه ماليه. ما عندكش بقى ذمه ماليه خالص، يبقى بقى والله تشوف بقى اي هيئه من الهيئات اللي هي اصلا بتعين الفقراء، تروح جمعيه رساله، تروح مصر الخير، تروح اي حته من دي، يعملوا لك بيبعتوا لك واحد يعمل ايه فحص علشان يشوف فعلا انت في ضروره ام لا، لان الناس دلوقتي بقت يسهل عليها انك تستلف من غير ضروره. ما يمكن هتستلف عشان تجيب تلفزيون جديد، او تغير الموبايل تجيب موبايل تاتش، او تغير موديل العربيه، او مثلا تكسر السيراميك وتعمله جرانيت، يعني كلها حاجات تبقى غير ضروريه. فلازم هم برضه يعملوا ايه فحص للحاله علشان ما يضيعوش، لان احنا استامنا هذه الهيئات اما اديناها اموالنا، والاغنياء الدوم ان هم يحسنوا صرفها، فمن حقهم برضه يعملوا فحص ويفحصوا، فهيفحصوا الحاله عندك، لو وجودك في ضروره هيدوا لك وخلاص. والمسلمين اهل خير بيقفوا جنب بعضهم، لان هي امه مواساه، امه النبي امه قائمه على المواساه وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى التماس العذر وعلى الايثار والحاجات الجميله كلها دي تلاقيها في امه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنقرا الحديث ثم نشرع بعد ذلك في القضيه. يقول الامام البخاري تعليقا جازما في صحيحه، قال البخاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. دعوة هي النبي بيدعي عليه. قال البخاري: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار والمهاجرين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقفنا على قوله المصنف، بيقول لك الوقت لو استلف وبعدين لم يسدد المال فأراد أن يتخلص من دعوة النبي، لأن النبي دعا عليه أتلفه الله، فيعمل إيه عشان لا تصيبه الدعوة؟ قال لك أولا يروح يستسمح اللي استلف منه ويقول له سامحني، ما سامحوش يبقى يسدد له المال ده من أي جهة، إن شاء الله يروح أي جهة تسدد بالنيابة عنه، المهم يرد المال لصاحبه ويتوب إلى الله. فإن فعل ذلك يرجى أنه لا تصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أصول التوبة إن تعلقت بحقوق الآدمي إنك ترد حق الأدم، وبعدين مع الندم طبعا والإقلاع عن فعل الشيء ده والعزم في المستقبل على عدم العودة لمثل هذا الفعل، هي دي التوبة عند المسلمين اللي ساعتها ربنا يعينك ويقبلها منك. وعلشان كده وقفنا على قوله وأشار هنا على العلة الموجبة للجواز، فعلى هذا فالسلف على أربعة:
دي احنا قرأناها بالأمس، احنا وقفنا هنا. وأما إن كانت توبته إقلاعا عن الفعل ومال الغير باق في ذمته، يعني هو تاب أنا مش هستلف تاني، بس كان استلف في الماضي أنا مش هعمل كده تاني، أنا حضرت الدرس عند الشيخ والشيخ قال لي كلام يعني إيه، عرفني إن الشغلانة دي شغلانة يعني تودي في داهية، وإن النبي دعا اللي بيستلف وما يسددش، فقام خاف أنا مش هعمل كده في المستقبل، حرمت. فهمت بقى؟ دي صورة. طب واللي فات عليه بقى يسدد اللي فات. فبيقول لك وأما إن كانت توبته إقلاعا عن الفعل ولسه ومال الغير باق في ذمته فشروط التوبة لم تصح بعد، فنحن مع وجود شروطها فيه ما تقدم، فكيف مع عدمها؟ يبقى في الحالة دي طالما تاب عليه يسدد الماضي، وإلا شروط التوبة لسه معلقة، ويخشى عليه أن يصيب دعوة النبي، برغم انه اقلع اهو، اقلع بس في المستقبل، لكن طب اللي فات؟ اصل الحقوق في الشرع الشريف لا تسقط بالتقادم. الحقوق في الشرع الشريف ايه؟ لا تسقط بالتقادم. يعني لو انت خدت اموال الغير ولو من 20 سنه ولو من 30 سنه ولو من 40 سنه تفضل معلقه في ذمتك طالما خدتها بغير حق، وعليك ان تسددها حتى لو كان مات تسددها للورثه. او تستحلهم، تروح لآية تستسمحهم. فلو سمحوك خلاص. فهمت بقى؟ لكن هو خير ممن يستمر على العمل، لكن اللي تاب ده وصحيح ما سددش اللي فات خير من اللي هو مش عايز يتوب وكل يوم بيعملها. يعني حاجه اخف من حاجه. في ظالم وفي اظلم. مش كده برضه؟ فيبقى هو ظالم، بس لو استمر يبقى اظلم. فهمت بقى؟ علشان كده بيقول لك برضه ده خير، خف الضررين. صحيح هو ما سددش اللي فات، بس مش هيعمل كده في المستقبل. لا يرجى ان هو يعني يأمن تماما، لان الحقوق لا تسقط بالتقادم، لكن على الاقل مش هتزداد الحقوق في حقه لانه مش هيعملها تاني. فهمت بقى؟ لكن هو خير ممن يستمر على العمل، ولعله ييسر له في شيء يؤدي به عن نفسه، أو يحله صاحب الحق، أو يروح لصاحب الحق يستحله بقى يقول له أنا توبت ومش هعمل كده تاني، وأنا استلفت منك من 10 سنين 100,000 جنيه ولا 10,000 جنيه ولا 1,000 جنيه، أي مبلغ خده وإيه وسامحني وأنا توبت مش هعمل كده لا معاك ولا مع غيرك، لكن أنا معيش أسدد لك فسامحني في المبلغ ده. كويس؟ فلو سامحه يبقى خير وبركة، الحمد لله على بركة الله. أو يحله صاحب الحق، يعني إيه؟ يعني يحلله من إيه؟ من الحق. وساعتها صاحب الحق ممكن يحسبها من زكاة ماله، واخد بالك؟ وخلاص تروح له، يروح هو إيه خاصمها من زكاة ماله وخلاص، ويعتبر إنه لأنك أنت بقيت من الغارمين، ومن الغارمين ده مصرف من مصارف الزكاة، فله ان هو يحسبها من زكاة مال، ويبقى دار ما دخلش الشر، لكن يروح الاول يستحل فيقوى في هذه الحالة له الرجاء في ان الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وما يحكموش على هذه المسألة، لان ربنا بيقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مش كده برضو؟ فأكل اموال الناس بالباطل من الكبائر، مش من الصغائر، ده من الكبائر. إن جعلنا تحليل صاحب الحق مثل الأداء، وإن قلنا أن التحليل هنا ليس كمثل أخذ الحق فيبقى فيه توقف، وهذه المضايق الهروب منها أولى. أصل في ناس بعض العلماء قال لك لا والله هو ما يروح كده ويستحله كأنه بياخد ماله بسيف الحياة. فهو هيستحي منك، هيعمل إيه الراجل؟ هيقطعك ما أنت يوم هيستحي منك يقول لك خلاص يا ابني على السلامة يلا بس مش عايز أشوف وشك تاني. يبقى استحللته لكن بسيف الحياة. فبعض العلماء قال لك برضو الطريقة دي مش مريحة، يعني الطريقة دي أنا مش مستريح لها. بعض العلماء قالوا كده، وقالوا إنك أنت ما فيش داعي إنك أنت تزنق نفسك في المضايق دي، فما تستفلفش من الأول، ما تستفلفش من الأول لما تدخل نفسك في مضايق. بعض العلماء يجوزوها وبعض العلماء لا يجوزوها، وتذل نفسك لإنسان تقعد تتذلله علشان يسامحك أو ما يسامحكش، أو يضع عنك جزء من الدين، أو يمهلك مرة أخرى، أو وتبقى مناقشات كثيرة، كل ده ليه يعني؟
استغني عن هذا أحسن. عشان كده بيقول لك إيه، فعليك أنك أنت تهرب من هذه المضايق. ومن أجل هذه المضايق أصل أهل الطريق طريقهم على الصبر، وعلشان كده الصبر أحسن. لما تجي لك حاجة محتاج حاجة وأنت ما عارفش تجيبها، أصبر يا أخي. الصبر يعني مفتاح الفرج، والصبر جميل، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخالف النفس والشيطان. وسيدنا عمر لما شاف واحد شاري كده حاجات حلوة وماشي في السوق بيقول له ايه ده اللي شاري ده؟ قال له والله اشتهيته. قال او كلما اشتهيت اشتريت. حاجة غريبة قوي. عود نفسك على الصبر شوية، تبقى عايز الحاجة وأجلها وقولها بكرة. عامل نفسك زي الطفل الزنان، عارف نفسك دي عاملة زي الطفل اللي بيزن. كل شوية تقول له استنى 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 يمكن ينام ونستريح منه. فعامل نفسك كده. بكرة بعد إن شاء الله. طب أما أحب، لا أنا عايزة دي عايزة دي. طب اصبري شوية يا نفس. أما أحب أو ما أعمل عمر أو ما أجوز بنتي أو ما أدخل في المشروع في الإدارة تسوف معاه تسوف معاه على تنسى. فهمت إزاي؟ فما تاخدش الموضوع باستعجال على طول. عشان كده قالوا إن الصبر أوسع للإنسان من إنه يروح يذل نفسه للناس ويطلب منه. وعشان كده الصلاة أهل الطريق اللي هم أهل الطريق إلى الله، طريقهم على الصبر على الظمأ حتى إلى الموت، ولا يتعرضون لشيء فيه خلاف كما ذكر عن بعضهم أنه لحقه جوع شديد ومجاهدة ولم يكن له شيء، ثم فتح عليه في طعام لم يرتضه فأبى أن يأكل منه شيء. فقالت له أمه كل يا بني وأرجو أن الله يغفر لك. فقال لها نرجو أن الله يغفر لي ولا أكل. فلم يأكل منه شيئا مع كثرة حاجته إليه. ومثل ذلك ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه حين أتاه خادمه بالطعام فلم يسأله إلا بعدما أكل منه لقمة، فلما رفع اللقمة وأكلها قال له الخادم يا سيدي عادتك لا تأكل طعاما حتى تسأل عنه، فما بالك في هذا؟ فقال شدة الجوع حملتني على ذلك. سيدنا أبو بكر كان جعان قوي وكان عنده خادم بيروح يشتغل عبد يعني ويشتغل ويكسب ومكسب العبد لسيده. فقام يجاب طعامه ده سيدنا أبو بكر وحطه قدامه. سيدنا أبو بكر في اللحظة زي كان جعان قوي تحواكل كده بقى لقمة ولا لقمتين. فالولد الخادم ده استعجب قال له انت عبتك بتسألني تملي، انت جبت الطعام ده منين والمرة دي كلت بسرعة كده؟ قال له والله شدة الجوع. طب انت جبته منين بقى؟ كويس. ولكن من أين هو؟ فأخبره أنه من جهة كذا، وسمى له جهة لم يرتضها. الزار كان حجام وكان بيشتغل في الحجامة وكان بيكرهه كسب الحجام سيد. كويس. يكرهه كسب الحجام لأنه بيطلع نجاسة ودم وبتاع وحاجات من دي، وهو ما يحبش سيدنا أبو بكر. يعني ده أمر فيه خلاف، حتى مش محرم بالإجماع، تأمر فيه خلاف. فمن باب الورع سيدنا أبو بكر ما كانش يحب ياخد أجر الحجاب. كويس. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه ذلك فرد تلك اللقمة من بطني بعدما ابتلعها، فلم تخرج إلا بعد أمر شديد ومعالجة. يعني قعد يستقيم، قعد أي نفس سيدنا أبو بكر. فقال له الخادم يا سيدي هذه على لقمة واحدة، هتطلع روحك على لقمة واحدة؟ دخل ويتقايا ويعمل ويتحمر ويتدمع ويتكلم انه هيتخنق. يقول له على لقمة واحدة هتعمل في نفسك كده يا سيدي؟ عديها بقى. فقال نعم ولو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من الحرام فالنار اولى به. ده حال ايه؟ اهل الصبر الذي يمر عليه حاجة وضرورة ولا يقبل أن يزلها بمحرم أو شبهة، بل يصبر على الضرورة ولا يزلها بمحرم ولا شبهة. فهمت بقى؟ وقد قيل إذا كنت لا أمنع نفسي شبهة ولا في مطعمي أتورع، فكيف طريقي إلى التقى؟ وهل لي نور في القلب يوضع؟ كلا وبل هي ظلمات من التوفيق والخير تمنع. وقد أثقلتني ذنوب وعيدك بها حر نار تقلع،
إلهي أرجوك في توبة وبك أسأل كيف أصنع، فبالهاشمي من يثرب إلا ما هديتني إلى ما منها يمنع. بالهاشمي هو النبي. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، هذا تأكيد لما تقدم لأنه إذا منع صلى الله عليه وسلم إضاعة مال الغير عموما فليس لك أنت أن تخصص عموم لفظه صلى الله عليه وسلم، أن تقول إنما أستلف من أجل أني أتصدق لما أستلف، وليس هذا من باب إضاعة المال بل هي إضاعة محضة حتى تعلموا، فتقول له أتسلف منك هذا المال على أن أتصدق به عن نفسي، فإن فتح الله علي رددت إليك مالك وإلا فلا تبعه لي علي، فلا تبعت لك علي، فإن رضي فحسن وإلا فلا. يعني أنت بيقول لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فأنت ما تتحججش وتخصص موضوع إضاعة المال دي كلام عام مطلق، فأنت ما تخصصهاش بهواك وتقول أنا هنا ما فيهاش تضييع مال، أنا هقول له إن أنا هاخدها منك صدقة ليها على نفسي، والله يسر ربنا تيسر بديتها ولا ما تيسرش سامحني، فما تحججش لأنك أنت خصصت العموم بغير مخصص إلا من هواك. فهمت بقى إزاي؟ فالنبي نهى عن إضاعة المال مطلقا، فلا تخصص هذه الإضاعة بتخصيص من قبل هوى نفسك. وهنا علة أخرى مع كونك خصصت عموم قول الشارع عليه السلام برأيك وليس ذلك لك، وهي أن الذمة قد تعمرت حقا والصدقة التي أعطيتها محتملة إن قبلت أو لا، فكيف يبرأ شيء متحقق بشيء مشكوك فيه؟ هذا ممنوع شرعا وعقلا، ولا يحملك على أن ترتكب هذا المحذور من أجل بعض أخبار وردت عن بعض المباركين منها. أصل في ناس يقول لك يا أخي ربنا بقى هيجزقنا إن شاء الله، ما إحنا مزنوقين ونستلف وخلاص وربنا هيفرجها إن شاء الله يفرجها، ويكون أرى مثلا في رسالة قشيرية في أخبار الصالحين الناس الكبار يقول لك إنه استلف وكان في ضرورة، وبعدين لما جم الديانة يطلبوا منه قعد يصلي وشال السجادة لقى تحتها ذهب فسد ديونه وحاجات من دي، بيقول لك هيعمل نفسه راسه براس دول يعني، واخد بالك؟ فلا، يقول لك ما تهملش كده ليه؟ لأن أنت مش من القوم دول، ليهم عادة عند الله جربوها وعارفين إن ربنا بيستجيب دعائهم، لكن أنت عادتك مع الله إن ربنا ما بيستجيبش ليه؟ فهمت إزاي؟ فإزاي يعني إشمعنى عايز تجيب لي دلوقتي؟ أنت ربنا بيأخر لك الإجابة للآخر علشان ما تستحقش إن يستجيب لك عاجلا، لأنك أنت زي بتدعو بالخير زي ما بتدعو بالشر، وبتدعو بالشر زي ما بتدعو بالخير، عجول. إنما الأولياء الكبار دول ما بيدعوش بقطيعة، لا، وعشان كده ربنا بيستجيب دعائهم بسرعة. ليه؟ لأن لا يدعو بقطيعة ولا يدعو إلا بخير ولا يتمنوا إلا الخير. فهمت بقى؟ فدول حالهم غير حالك، فخد بالك. فيقول لك إيه، ممكن يتعلل بسير الناس الصالحين. ولا أنا سمعت إن الشيخ قال إن في واحد ما شاء الله استلف وعمل وبتاع والناس دخلت عليه وقالوا له مش عارف ايه، فصلى ركعتين حط ايده تجيبه بس لقى طلع منه قطع الذهب قد كده ما شاء الله، هو بقى يصلي 100 ركعه ويحط ايده تجيبه يلاقيه مقطوع زي ما هو. فاهم؟ لان انت مش زي دول، فعايز يتعلل بيهم يعني. من أجل بعض أخبار وردت عن بعض المباركين منها أن بعضهم كانت سنة شديدة فاستقرض جملة مال واشترى به طعاما وفرقه على المساكين. يعني كان فيه مجاعة والراجل ده راجل صالح، فراح استلف مال عشان يأكل الناس في المجاعة مش لنفسه، بس ده راجل مبارك معروف إنه هو من الناس الصالح، لكن ده هيستلف عشان يأكل نفسه، فهمت؟ أو حاجة لنفسه، يبقى في فرق كبير بينك وبينه. كانت سنة شديدة يعني مجاعة شديدة، بمعنى سنة شديدة مجاعة شديدة، فاستقرض جملة مال واشترى به طعاما وفرقه على المساكين، فلما جاء أصحاب المال يطلبون مالهم توضأ وركع ركعتين وسأل الله الكريم ألا يخزيه معهم،
ثم قال لهم ارفعوا الحصير، فنظروا هل تجدون تحته شيئا، فرفعوا الحصير فإذا تحته مال، فقال لهم خذوا قدر مالكم، فوجدوه مثله سواء بسواء. فهذا السيد احتمل حاله أشياء منها أنه قد تقدمت له مع مولاه عادة فعمل عليه، كان هو متعود مع مولاه أن ربنا بيرزقه عندما يطلب. لكن أنت عملت كده قبل كده؟ يعني مرة كده قعدت صليت ركعتين يا رب عايز 1000 جنيه، دخلت على بيتك فتحت الدولاب لقيت 1000 جنيه؟ ما حصل لكش عادة سابقة مع الله كده. فازاي أنت تتعامل مع الله في شيء لم يعودك عليه؟ بتتألى على الله يعني؟ فهمت بقى؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من رزق من باب فليلزم، وقال أصحاب التوفيق إنه من فتح الله له بابا من خير من باب خرق العادة فذلك لسان العلم فيما يخصه، واحتمل أن يكون مجاب الدعوة وهو يعلم ذلك من مولاه بما تقدم له أيضا بخبرته السابقة، واحتمل إن كانت معاملته مع الله صادقة فقبلها، فلما قبلها لم يكن لضيعها ليضيعه عند احتياجه إليه حاشاه، فلا يجوز لمن ليست له من هذه الوجوه شيء أن يقتدي بمثل هذا السيد ولا بما يذكر من مثله، فإن مثل هؤلاء يسلم لهم ولا يقتدى بهم ولا يعترض عليهم لعدم الحال الموجب لذلك. ولذلك من كلام من نسب إلى هذا الشأن إذا كان أمرك إلى مولاك مصروفا وقلبك ببابه موقوفا ويدك عن الدنيا مكفوفا وحالك بأمره ونهيه محفوفا فقد رحلت عن الدنيا وإن كنت بها موقوفا، فجعل صحة حاله أن يكون بالأمر والنهي من كل الوجوه محفوظا، وهذه زبدة الأمر وهو الحق الذي عليه أهل الحال والمقال، جعلنا الله ممن من عليه بهما إنه ولي حميد. وهذا هو النهاية، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الحديث 74، حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم، غدا إن شاء الله. اللهم الحاجات المحقرات يعني بيبقى المسامحة فيها بسيطة لكنها فيها ذل بقى. لا لا لا، اللي بيمنع السلف لانه مذلة بيمنعه في الكبير والقليل. يعني انا لما اقف معاك كده واقول لك اديني 10 جنيه ما ذل بقى. فيمكن لما اقول لك اديني 1000 تبقى فيها يعني حاجة ليها قيمة، يعني حتى لما ندخل النار ندخل على مبلغ كويس يعني، إنما هندخل النار على 5 جنيه ولا 10 جنيه. فربنا يعني مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك في من دخل النار ومنع من الشهادة علشان رباط جزمة خاله في الغنيمة شراك نعل؟ الرسول حديث كده يعني كان واخد شراك نعل شاله في جيبه وكمل الحرب مع النبي، فمات مقتول في السوستس، والناس بيقولوا شهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا والله ليس بشهيد، إني رأيت الشراك الذي ظله يوقد به نار عليه في جهنم. شراك أم كل بقى واحد حطت حاجة تافهة في جيبه قبل بقى اللي جاب له خرزة واللي جاب له مش عارف ايه، خافوا بقى لما الحكاية بقى. هم كانوا الأول بيقولوا الحاجة البسيطة هي اللي ما فيهاش حاجة، فالأحسن تبعد. شوف ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى وفعل مثقال ذرة شرا يرى. فالخمسة جنيه دي فيها كم ذرة؟ فلازم تاخدها بحلال. فهمت ازاي؟ فربنا ينجينا.